ثلاثية محلية زينت موسم فتيات الذهب فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني كابتن إبراهيم فخر الدين، الذي حقق العلامة الكاملة على المستوى المحلي واستطاع حصد الألقاب جميعها، وهي كأس السوبر المصري، الدوري الممتاز، كأس مصر. باكورة بطولات فتيات الذهب كانت التتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك، ثم حصد الفريق لقب الدوري بعد التغلب على الزمالك مجددا، وأخيرا كان التتويج بلقب كأس مصر، وذلك على حساب نادي الشمس بثلاثية نظيفة. ظهرت المحترفة تاتيانا بوكان بشكل مميز رفقة زميلاتها، واستطعنا خطف أنظار متابعي الرياضة المصرية بشكل عام والكرة الطائرة بشكل خاص بفضل الضربات الساحقة وحوائط الصد القوية، إضافة إلى تألق ندى وليد في مركز الليبرو. وكان بإمكان الفريق أن يحقق العلامة الكاملة في كل البطولات لولا غياب التوفيق وبعض التسرع في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي أقيمت على ملاعب أهل الجزيرة، وسط تنظيم مبهر أشاد به الجميع وعلى رأسهم المغربية بشرى حقيق رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة. تنتظر الجماهير الحمراء من سيدات طائرة الأهلي استعادة لقب بطولة إفريقيا الغائبة عن خزائن النادي منذ عام 2019، إضافة إلى المحافظة على السيطرة المحلية. وتأمل زميلات آية الشامي في رسم البسمة على شفاه الجماهير الأهلاوية والتي دائما ما تزحف وراءهن وتراهن عليهن في أي بطولة ومع أي ظروف. كما أشاد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتحقيق فتيات الذهب الثلاثية، مطالبا إياهن وجهازهن الفني والإداري والطبي ضرورة الاستعداد بقوة للموسم الجديد لتحقيق العلامة الكاملة وإضافة إنجازات جديدة ومواصلة كتابة التاريخ.